حول الموضوع انضم لنا من الرياض عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري. دكتور حمدان مساء الخير، أهلا بك معنا. رسالة جديدة من الملك سلمان بتعهده بمواجهة الفساد بكل عدل وبكل حزم، ما أبعاد هذه الرسالة؟ نعم، بداية تحياتي لكم. في الواقع تعرفين الرسالة نتحدث اليوم كان في خطاب وجهه اليوم طبعا ولي العهد خادم الحرمين الشريفين في الدورة السابعة لأعمال السنة الثانية في مجلس الشورى، وتحدث فيه عن السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية، وهي محاربة الفساد. الفساد هو عدو التنمية، الفساد تشتكي منه دول كبيرة، ليست حتى دولنا فقط في المنطقة، إنما دول كبيرة تعاني من مشكلة الفساد، ومحاربة الفساد هو أول ركن من أركان الحفاظ على التنمية وقيادة التنمية بشكل جاد وبشكل يأخذها إلى بر الأمان. نعم. طبعا تحدث انه من طبعا طريقه خادم الحرمين ومن طريقه محاربه الفساد ملاحقه هؤلاء المفسدين ومتابعه كل ما له يعني يقود اليهم، كذلك اعاده هيكله الاجهزه الحكوميه واتخاذ الاجراءات هذه في محاربه الفساد. اذا هناك الاعمال كثيره للعمل على ذلك، ولان يكون هناك الفساد يحاصر في زوايا ضيقه، طبعا لا نستطيع ان نقول في اي بلد في العالم تستطيع القضاء على الفساد، فالفساد هي احدى للاسف سمات البشر، يعني لا تستطيع ان تحارب بالكامل، لكن نعم. تستطيع ان تقوم بسن القوانين وبملاحقه المفسدين ووضع احكام وقوانين تردعهم. نعم. الملك سلمان ايضا اكد مره اخرى على ان المملكه تعمل على مواجهه التدخلات في شؤون دول الخليج الداخليه، إلى أي مدى سنشهد قرارات أكثر حزماً فيما يخص ذلك؟ نعم، المملكة العربية السعودية في سياستها الخارجية هي تقوم على مواجهة كل من يتدخل في سياسة المملكة العربية السعودية أو يتدخل في سياسة جيران المملكة العربية السعودية، ونقصد في ذلك إيران. إيران هي طبعاً وهي بنفسها تقول أنها في لها تواجد في 4 عواصم عربية، وهي تطمع في السيطرة على المنطقة وتطمع إلى نشر هذه الطائفية وإلى نشر الخراب في المنطقة. لذلك مواجهة هذه السياسة ومواجهة سياسات إيران الطائفية والتخريبية الهدامة من الأهمية بالمكان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بدون مواجهة إيران، بدون أن نقف لها يعني سدا منيعا، ستكون المنطقة ستأخذ المنطقة إلى خراب وإلى دمار. لذلك مواجهة إيران أو التأكيد على ذلك هو من الأهمية بمكان، حتى يلقي طبعا رسالة للداخل المملكة العربية السعودية وللخارج منه، نحن في الدفاع عن أنفسنا ونحن لن نصمت لمثل هذه التدخلات أن تفوت في عضد بلداننا وأن تحاول النيل من أمنها واستقرارها. نعم دكتور، دور المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم التعايش والتسامح في المنطقة ليس بجديد، لكن أين يتجلى بالتحديد خاصة في الفترة الحالية وما تمر به المنطقة؟ نعم، في الواقع تعرفين المملكة العربية السعودية رسالة التسامح والتعايش من الأهمية بمكان أن ترسل مثل هذه الرسالة. المملكة هي مركز الإسلام والمسلمين، كذلك الإسلام هو معناها الإسلام وقيمه التسامح والتعايش مع الغير، ومن يعرف التاريخ الإسلامي يعرف أنه تعايش مع حضارات وثقافات وأديان متعددة. من يريد أن يزكي هذه النعرات الطائفية وهذه الخلافات المذهبية اليوم هي إيران وغيرها من الدول التي تسعى لأن يكون هناك فرقة، إعادة التسامح والحوار والحديث حول ذلك وحوار الحضارات وكل ما له من شأن أن يبقي على هذه الثقافات واختلافها، فهذه طبيعة البشر الاختلاف فيما بينهم. لكن أعتقد كل البشر يريدون أن يكونوا يتعاونون يتعايشون، لذلك هذه طبيعة الحياة وطبيعة الناس، اختلاف يعني ثقافاتهم ومشاربهم، لكنهم لا يختلفون على أنه أغلبهم يود الأمن والاستقرار وأن يعيش مع جار أو مع من يكون حتى وإن اختلف معه، لكن يعيش في أمن وأمان وطمأنينة وأن يتعايش، لأنه هذا هي طبيعة العالم. العالم مختلف لكنه لا يختلف على الأمن والأمان الذي هو يرعاه وينشده لأجياله ولأبنائه ولكل أعتقد الأمة البشرية. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور حمدان الشهري الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.